السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير، كيف الحال؟ جزاك الله بالخير، تفضل. عندي طال عمرك 3 سنين. عطنا سؤال. السؤال الأول، عندي والدة كبيرة في السن، وهي يعني ودنا تعبت في العصر القديم في الغنم، ونحن ودنا نضيعها، وهي تقول لا لازم النوام هذه، وهي حالة لا 70 سنة في السن يعني، وبيت نوديها في أفضل منه تقول لا وديني كذا، ولا أدري ناثم على الشيء ده. هذا السؤال الأول. طيب بيجاوب الشيخ عليه، لحظة. طيب السؤال يقول عندهم والدة كبيرة في السن فضيلة الشيخ، يريدون أن يأخذونها إلى بيت آخر، هل يحققون رغبتها وهي تريد أن تبيت يعني في بيتها الأول؟ نعم، إذا كان ما عليها خطر ولا عليها خوف يتركونها في بيتها الأول، أما إذا كان عليها خطر من بقائها أو يخافون عليها فإنهم يقنعونها بالانتقال، ويقولون لها اذهبي معنا وجربي، فإذا لم يصلح نعيدك إلى بيتك، ونحو من هذا تفاهم طيب. نعم.